مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. في البداية حاب أورجيكم ليش أنا لابس هذا البينك شيرت أو القميص الزهري، لأنه في كندا وفي معظم دول العالم في شهر 10 بيحاولوا أن يزيدوا التوعية والتثقيف بصحة المرأة وخاصة البريست كانسر أو سرطان الثدي. للأسف هاي المشكلة عم تكبر وبتكبر كل يوم، وعم بنشوف سيدات في المجتمع عم بيزيد أعداد البريست الكانسر في المجتمع، ومن هدول الناس زي ما بتشوفوا أنتوا وراي واحدة من 9 سيدات تصاب بالبريست كانسر، واحدة من 30 تتوفى للأسف منه. هذا المشكلة اللي عم بتصير في حوالين العالم، في حوالي أكثر من 2 مليون سيدة تصاب سنويا بالبريست كانسر، تقريبا هو 25% من السرطانات اللي بتصيب المرأة بشكل عام بيحتل البريست كانسر المركز الأول فيها. إذا بدنا نأخذ بالتفصيل، في 27 مرأة من 100,000 مرأة في الميدل إيست وأفريكا وإيسترن إيجيا يصابوا بهذا المرض، ولكن يصاب أكثر من 100 مرأة من 100,000، 100 من 100,000 في نورث أمريكا بهذا السرطان. حسب الإحصائيات في كندا اللي بتبين أنه أكثر من 27,000 سيدة أصيبت بالسرطان الثدي في العام الماضي، وفي حوالي 5,000 سيدة توفت من هذا الكانسر في العام الماضي 2019. طبعاً زي ما حكينا هذه الآفة أو المشكلة الكبرى اللي لازم إحنا نوعي الناس فيها وإحنا نتوعى عنها. لازم نفهم إنه واحدة من 8 سيدات ممكن تحصل، أو من 9 سيدات ممكن يصير عندها هذا الكانسر بوقت من حياتها. عشان هيك لازم نكون واعيين، لازم نتكلم مع السيدات، نحاول نحثهم على إنهم يقوموا بالفحص المبكر، تفحص نفسها. إحنا إن شاء الله هنسوي حلقة قريبا جدا على هذا الموضوع،